مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم مصر كل يوم. النهارده هنستعرض مع حضراتكم مجموعه مهمه جدا من الاخبار التي تصدرت المشهد خلال ال 24 ساعه الاخيره، وزي ما دايما عودناكم هننقل ليكم اخر المستجدات فيها. كل ده هيكون من خلال فقرتنا الاخباريه. اهلا ومرحبا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. خلونا نروح لأول أخبارنا. النهاردة عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا لمتابعة مشروعات شركة تنمية الريف المصري الخاصة باستصلاح الأراضي. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وجه بالدراسة المدققة لأي تحديات راهنة قد تكون استجدت وتواجه مشروع الريف المصري، خاصة امتدادات مياه الري وجودتها. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات شركة تنمية الريف المصري الخاصة باستصلاح الأراضي، وقد تم استعراض الموقف التنفيذي الحالي لمشروع زراعة 1.5 مليون فدان على مستوى الجمهورية في نطاق شركة تنمية الريف المصري، بما في ذلك مكونة البنية التحتية من شبكات الطرق والكهرباء والاتصالات ومقننات مياه الري، وذلك بالمواقع الجغرافية المختلفة للمشروع على مستوى الجمهورية، خاصة مناطق المنيا ومنفلوط وتشكى والمغرة وسيوة والفرفرة والطور. كما تم عرض الجهود المبذولة على مدار الفترة السابقة لتطوير شركة تنمية الريف المصري وتعظيم الاستفادة منها، خاصة تطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة وإنشاء قواعد بيانات دقيقة لمتابعة ورصد موقف الأراضي ووضع نظام أساسي لتكويد الأراضي التابعة للشركة، وكذا إعداد الخطة التسويقية الشاملة لأراضي الشركة. وقد وجه السيد الرئيس بقيام جميع جهات الاختصاص بالدراسة المدققة لأي تحديات راهنة قد تكون استجدت وتواجه المشروع، خاصة ما يتعلق بإمدادات مياه الري وجودتها ومكونات البنية التحتية، لا سيما تلك المتعلقة بتمهيد الطرق وأعمال التغذية الكهربائية وتطوير الآبار، فضلا عن النظر في توطين بعض الأنشطة الأخرى الإضافية بالأراضي التابعة للشركة، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة القصوى من إنتاجية المشروع.